الإسرائيليين ما عاجبهم شغل بايدن، لأنه هو 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 بحد ذاته ما كان يعرف بالضبط شو يريد يسوي. بايدن عنده مشكلة سميها سايكولوجية، أول ما أجى جاب 70 ملف حطه على الصور موجودة على فكرة أكيد أنتوا طلعتوه. نعم. جاب هيك 70 ملف حطهم جسمه من قرارات ترامب وبدأ يلغي واحد واحد من دون حساب بلاش، بدأ يلغي هذا القرار وذاك وذاك وذاك، والاتفاق النووي بيناته. يعني هو بس لأنه يعتقد أنه سياسته الخارجية يجب أن تكون على العكس مما من كل ما فعله دونالد ترامب، هذا أول هيك يعتقد. فبدأ زحلق في القضية بقضية العودة للاتفاق النووي، عودوا لكي نعود. شوف المعادلة جد يعني بسيطة وساذجة بالواقع، والإيرانيين تلقفوها يعني كما لو يتلقفوا هدية. عودوا لنعود بمعنى أنه في تقنيات إجرائية بسيطة نرتبها ونرجع وكل شيء يكون تمام. المشكلة مع إسرائيل الحقيقة الإسرائيليين المشروع الاستيطاني مشروع قبيح، الكل يعرف أنه هذا المشروع ما ينظر إلى القدس على أنها شيء نهائي، خلاص الاحتلال في القدس نهائي، لا توجد شيء اسمه قدس شرقية ولا مقدسات إسلامية ولا أي شيء. المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بسبب قبح هذا المشروع وضع الفلسطينيين على يعني على المحك. المحاولات طرد الأسر بحي الشيخ جراح، بالمناسبة حي الشيخ جراح، الشيخ جراح هو طبيب صلاح الدين الأيوبي، وهذا الحي حي باسم طبيب صلاح الدين الأيوبي. طيب يعني عند الواحد عقل يروح على حي كان باسم طبيب صلاح الدين الأيوبي ويطرد الأسر العربية ويقول هذه شو احنا اشتريناها؟ طيب منين اشتريتها؟ منين اشتريتها؟ من منين؟ من